على راسي يا عمي، انتوا بتشرفونا وبتنورونا واحنا ماشيين باجراءات استقبالكم. اهلا وسهلا فيكم، على راسي يا عمي. وعليكم السلام ورحمة الله، واهلا وسهلا. اما شو يا جماعة، إلكن خبر عندي بمليون ليرة. أيكون يا زلمة ابعد هيك، مش قاعد بحكي والله بالدليحة تشفى ألزقك في الأرض. أيكون فرحنا وشو فيه؟ يا زلمة انطق هالجوهرة واحكي، دبها شو فيه؟ أي أعطيها بتعطيك يا أبو العبيد، شو هالخبر؟ احكي شويتنا. في وفد من الفنانين راح زورنا بعد يومين بالمقر وراح يشوف كل أعمالنا. حلو لهين، حلو يا أبو العبد. والله ولعبت معاك يا أبو سليم، وبدك تطلع على الفضائيات وتتصور مع فنانين مشهورين. وبعدين معاك؟ طب وليش بدهم يجوا؟ يا أبو عطية، الجماعة بدهم يجوا عنا عشان يشوفوا شغلنا ويتعرفوا على كتاباتنا. إبركي فتحنا إحنا وياهم عمل مشترك. إيه على الحكي هذا، لازم نظبط مراسم الاستقبال يا جماعة. يا زلمة خلص عاد. إيه وأنا عندي بساط أحمر ملوكي. وعطيها بتعطيك يا أبو إبراهيم. يا جماعة الشغلة لا بدها بساط أحمر ولا إشي، بدنا نجهز أوراقنا ونرتبها. والله كلامه جوز ولوز يا عمي، هذا من وين بجيب العقلية هاي؟ أقول لك أنا من ناحيتي مسلسل هيو راح يكسر الدنيا على الآخر. وشو اسمه يا أبو سليم؟ اسمه شباب في الخلاط يا حبيبي. حلو، راح نشرب كوكتيل من ورا الخلاط تبعك. خلاص حالك يا زلمه. وانت يا ابو ابراهيم شو مجهز؟ شوف يا سيدي، انا مجهز فيديو كليب عن السلامه المروريه والنظام والنظافه في البلد. وانت يا ابو عطيه شو مجهز؟ شوف يا سيدي، انا مجهز عده ادوات لتدريس الدراما والمسرح والفن الهادف حتى نوصل افكارنا بشكل محترم. بس اسمع يا ابو عطيه، بدناش نغلط بحدا. يا ابو العبد يا بركتنا، احنا بعمرنا ما غلطنا بحدا، بالعكس الناس هي اللي بتغلط فينا، وزي ما انت عارف باب النقابة طول عمره مفتوح للصغير ولا الكبير. شوفوا يا جماعة الخير، بكرة بنشوف شو بدنا نعمل، بس انتوا جهزوا لي حالكم علشان نحط اللمسات الأخيرة، والله يوفقنا. يا حبيبي حبك حيرني حيرني. أم سليم حبيبة قلبي، أم سليم إن شاء الله يا رب بعده بك يا الله. ام سليم يا حبيبتي يا حياتي، ان شاء الله بطلع بجنازتك عن قريب يا رب، الله يخلصني منك. شو مالك يا زلمه؟ بعدين شايفتك مبسوط، ولا شو كل هالانبساط؟ اقول لك ولا ما قلتيش؟ لا بدي اقول لك، هذا يا ست العزيزه اتعرفت على وحده احلى منك. يخزي العين، احلى مني؟ ومين هالهبله اللي بدها تاخذك؟ علقت. تعال كلش حبيبتي، تعال 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 كلش، تعال اقعد ورز على كلبك، اقعدي هان اقعدي هان اقعدي هان اقعدي هان. شوفي حبيبتي، انا هذا اللي قلتيه هسه ينبغي علي اني اسالك سؤال، يعني انت هبله؟ هبل اللي يهبلك هبله. هبلك قال، مش انت قلتي انه مقليل هبله اللي بدها تاخذك؟ معناته 1-0 1-0 ولا لا؟ طيب طيب قل لي ليش مبسوط؟ قلت يا هبله بعد بكرة جاي عنا وفد فنانين وبدنا نشتغل معهم. لا تحكي عن جد؟ ايه ولك وشو اللي عن جد؟ ولك وجد الجد، هذا انا بدي اصير مشهور. باين على وجهك وجه شهرة. ايه وشو مال وجهي؟ اسمع انا ما بصدق الا لما اروح معك. شو شكله؟ ها شكله هذا بقول انا، لا اما بتحلمي ها، لا اما بتلعبي بعداد عمرك، بدك زعليك. وليش ما بدك اياني اروح؟ اه ولا ليكون شايف لك شوفه؟ شوفه اي شوفك غراب البين ان شاء الله. اسمعي بقت لك قتل، انا عصبي بتعرفيني مخي، شو تقعدي تيجي معي وتنكشفي على فنانين؟ قومي بجي اعملي غداء. هاي اللي شاطر فيه اكله نوم وطلعه اخر الليل. هيف روحي روحي، الله يخلصني منك. اسمعي ابو ابراهيم، بده تبيض وجهي قدام الضيوف. يا ابو العبد احنا ما تهمليش همنا، بس الخوف يطلع واحد ويعملنا فضيحه. اسمع يا ابو ابراهيم، بتبلغ لكل الفنانين انهم يكونوا جاهزين ومستعدين. ولا يهمك من عيوني، بس اسمع نزل لك شيء ناكله على حسابك. ان انا وصيت لك وهي جاي.
شو بدي اعمل فيه؟ شو بدي يزبطه؟ ايه بطل يكتب، خذ دبره، ما بتعباش. اسكت اسكت، كما انت قاعد خذ، قلت لك عبيه، مو بتعباش. اسكت اسكت، شو اعمل؟ بدي اخلص. قوم عبيه دبره، متعباش مو، جيب واحد غيره وركض. كما تقعد كما تقعد، شو اعمل؟ انا بقوم بعبيه، بقوم. يا عمي احنا فنانين ولازم ناخذ فرصتنا. طب احنا شو طالع في ايدنا نعمل؟ وانتوا التنين بتفكروش مزبوط ليش؟ طب ليش ما نروح على وزير الثقافه ونحكي له انه الناس اللي ماسكين النقابه ناس حراميه وكذبه من هين على كم من تلفيقه من هين، وزي ما انا شايفكم قدامي راح يطيرهم، وبعد فتره بنروح نزوره كانه احنا الناس الشرفة اللي مسكناهم، وزي ما انا شايفكم راح يمسكنا النقابه. بكره جايين الفنانين، ظبط لي حالك ولا ابو سليم. ولك فاهم يا عجل، وإن شاء الله بأخذ طش بالخلاط. أعطيها بتعطيك يا أبو العبد، إحنا جاهزين على أحر من الجمر. يا رب تسترها معنا يا رب وتبيض وجهنا بكرة مع حد ضيوف. يا الله. اسمع، تشتغلوا بالعقل فاهم، وهي الباشا بسلم عليكو وراح يدعمكو بطريقته ماشي، لانه هو بصراحة معني انكو تمسكوا النقابة بالضبط. المهم اسمع شو بدك تعمل وركز معي. حياتك كل شي خططنا له رايح يصير، كلها يومين وبنمسك النقابة ونصير مضرب. طب يلا ماشي معي. اهلا معالي الوزير. ايش؟ طب ليش سكرتوها؟ طب خلينا نتفهم بالموضوع. قرار وزاري. ماشي ماشي. سلام سلام. وشو في يا ابو العبد بعت ورانا؟ ايه؟ اي سيبت ركبي، الله يسيب ركب ابو ابراهيم. ولك انا شو دخلني ها؟ ايه؟ مش انت ادخل واحد فينا؟ بتستحمل. اعطيها بتعطيك يا ابو سليم، مش وقت مسخر علي. خلينا نشوف ابو العبد شو ماله. ايه والله صحيح، وشوفي يا ابو العبد بعت ورانا. اليوم اتصل فيه معالي الوزير. طيب وين المشكله يا ابو العبد؟ المشكله انهم بدهم يسكروا النقابه. شو؟ زي ما بقولكم يا جماعه. طيب شو القصه؟ شو صار لها يسكروا النقابه؟ إيه؟ منو هذا البت بهلكه؟ اي فضيله كان هسه. الو. نعم ابو سليم اتحدث معك، تفضل. اهلا وسهلا بالتلفزيون شلو. التلفزيون ها شو بتقول؟ شو مالك؟ شو مالك غلبتك؟ والله ما نعرف شو بدي اقول. هذا شو ماله؟ لا ولا اشي، التلفزيون رفضوا. شو بتحكي؟ شو اللي بتحكوه؟ طب يا جماعة والناس اللي جايين بكرة شو بدنا نعمل؟ ما هي هاي المصيبة يا أبو إبراهيم. هاي منار السكرتيرة. طب رد عليها. ألو صباح النور. شو؟ شو؟ شو بتحكي أنت؟ طيب أنت روحي، إحنا بنتبع الموضوع، خلص توكل على الله، مع السلامة. خلص أنت روحي. خير يا ابو ابراهيم؟ مالها منار؟ يا سيدي بتقول انه النقابه فاتحه. فاتحه؟ والله عمو مدير بيطلع له اي مالنا مال الحكي. يا عمي فنان فنان. والله يا عمي كل شيء بتخطط له صح بزبط. شو اللي خططتوا له ها؟ اسمع ولد وياه، والله بمعص ركبتك وركبته. هذه النقابة احنا اللي اسسناها وخلينا لكل فنان له صوتها.
واحنا اجانا تكليف رسمي نمسك بدالكم. اطلع برا ولا انت وياك. يلا انتوا اللي اطلعوا من هون، واحنا هون معيرين بقرار رسمي. لعلمكم اللي بدنا اياه بنزل على التلفزيون، واللي ما بدنا اياه ما بنزل. ايه يعني انتوا اللي منعتوا مسلسل تنزل على التلفزيون؟ يلعن مسلسلكم تافه تافه. سامعين شو بحكي؟ سيبونا طخه. اسمعوا ولا انتوا وياه تطلعوا برا ولا بجيب لكم الشرطه. شكلكم نسيتوا حالكم، شو كنتوا ومين انتوا؟ كنت اقول لكم هذول ناس تافهين ودخلاء على الفن، ما تردوش علي. صحيح كلامك، لانه اخلاء الفنانين مش هيك ابدا. اسمع انت وياه، احنا طالعين برا، بس اتاكد ما بيجي اخر النهار الا انتوا اللي